القناعة الراسخة التي لدي أنه كل مسير رياضي مطالب بتنويع مصادر التمويل لتسيير أو لتجسيد البرنامج العمل اللي تقدم به لأعضاء الجمعية العامة. المعادلة بسيطة جدا، أنه كل مسير رياضي يجب عليه توفير أريحية مالية من أجل تحقيق الاستقرار، وهذه الأريحية المالية والاستقرار هي اللي راح تخلي النتائج تكون. تكلمت أنه في كثير من رؤساء الاتحاديات يتكلموا على الشح في الإمكانيات وبدايته. أنا الله المبدأ هذا ما لا أؤمن به، خاصة أنه نتكلموا على الإمكانيات، أنه الإمكانيات موجودة، والإمكانيات تكلمت لي موجودة في هذه الآخر سنتين أو ثلاث سنوات لم تكن في سنوات ماضية.